الاداء واللي ضروا ماديا. نقول لكم كل حاجه في هذه الدنيا مخلوفه وربي يعوض عليكم ان شاء الله. اليوم ان شاء الله خياتي بديتكم هذه لا فيديو. اليوم هنايا راني في درت تنظيف عميق انا وبنتي لا دوش تاعنا ولي سانيتير كامل. اليوم درنا لهم رغويناهم ونقيت هذاك الفايونس كامل مع لي سانيتير حاشاكم مع ريحه الصليب والله الله. اليوم عولنا عليهم قلت انا وبنتي لازم نقوهم اليوم. راكم عارفين دائما يتوسخونا بزاف على ديك اللي ما خلوش الاوساخ تتراكم علينا. راني هنا بالبالي نقي في الفايوس تاعي ما نبغيش ندير برودوي ولا خاطرش ولا يضرنا بزاف في يدينا. ندير غير شويه ايزيس ولا جفال راكم تشوفوا هنايا. ونخليكم مع هذو اللقطات. واليوم عندي وصفه شابه تاع ليبيني وصفه رائعه. كملوا لا فيديو يا البنات. وحبه بيض تخلطي كامل هذه المكونات تاوعك. نعاود لك الوصفه خيتي. درت كاس ونص ماء، درت ربع مغارف الزيت، ودرت ربع مغارف سكر، وحبه بيض، ومغرف لحظه. قلت لك الا ما عندكش المغرف لحظه كاين اللي ما تواجد عندهم راهي غاليه نقولوا ديري كاس ونص حليب في بلاصه الماء، ودير مغرف خميره تاع الكسره ما تعمريهاش بزاف يجوا لي بيني تاعك طريين بزاف. ديرها شويه ما تكونش ملانه بزاف ولافاني. وما ننساوش يا البنات الماء تاعنا يكون دافي. هنا خلطت كاع المكونات تاعنا راكي تشوفي فيا خلطتهم كامل. وديري لافاني ولا ديري ليكستري تاع الكراميل ولا المهم ديري كو. وهنايا درت الملح ما تنسيش الملح مش تملحها بزاف بزاف لاخاطش هذه وصفه حلوه. ونبقاو نزيدو في الفرينه ما تجيش العجينه ناشفه ناشفه بزاف تجي شويه. دوك تشوفي القوام تاعها كيفاش ما نجيبش نعطيك العبر تاع الفرينه لاخاطش كل فرينه وكيفاه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. وصفه هايله البنات جو روعه. هنايا راك تشوفي فيا راني لايم في الفرينه في العجينه تاعنا تخلطيها كامل غير بالعقل. هياتي ما تكونش العجينه ناشفه راكي تشوفي فيا هنايا لايمها غير بالعقل ما تكون يابسه خياتي ما تكون
فيه في السكر، يفدوا لك السكر عالم البنات هاكم تشوفوا، قلت انا نقلي وهي ترمت فيهم. وصفه ناجحه البنات. خياتي نقول لكم ما تنساونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس، ما تنساونيش خياتي ربي يحفظكم ان شاء الله. وهنايا نديروا فيهم ثقبه ونعمرهم بالكوفيتير، ولا تعمريهم بالشوكولا كما بغيتي نتيا. هاكم تشوفوا وصفه ناجحه. هنا درنا الكونفيتير في هذه لابوش، وتعمري كامل الحبات اللي عندك. دوك نقسم لكم البنات شوفوهم كيفاش خرجوا هايلين، هاكم تشوفوا فارغين. هاي بنتي راهي توريكم فيهم، جاتنا قطعت لنا كميه كبيره. وصفه هايله يا البنات تاع ليبيني، وصفه ناجحه. مضاري نديرهم بصح الوصفه هذه خرجت لي روعه. هاكم تشوفوا فيهم فارغين، جاو شابين بزاف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. هادو الحبيبات التوالا كامل يا البنات، شوفوا كيفاش جاو شابين، جاو روعه. وهنا يا البنات لحقنا اللافه تاع الفيديو، راكم تشوفوا كيفاش جاو شابين. بنتي راهي تقسم لكم فيهم، جاو روعه. مهم يا البنات كي تكونوا تقسموا تقطعوا في العجين تاعكم ما تقطعوا شخشين. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتهلاو في روحكم. مع السلامه.